السلام عليكم ورحمة الله. ما هي الضرورة التي دفعت الرئاسات الثلاث لإقرار تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة؟ وما هي الآليات التي تم اتباعها لانتخاب الأعضاء الجدد؟ هل سيصوت البرلمان العراقي عليها؟ وهل ستشكل الهيئة الجديدة مخرجا بالنسبة للمجتهدين؟ وهل يحق لها إلغاء القرارات السابقة والسماح لمن شملهم قرار الاجتثاث بالمشاركة في الانتخابات القادمة؟ ولماذا تشكك بعض الأطراف بقانونية ودستورية عمل الهيئة؟ موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج العراق اليوم: الهيئة الجديدة للمساءلة والعدالة. وسيكون معنا ضيوفا في هذه الحلقة الأستاذ حسن عاشور الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، وأيضا سيكون معنا السيد صلاح التكمشي كاتب وإعلامي من لندن، ومعنا أيضا الأستاذ طارق المعموري مرشحا قائمة وحدة العراق من بغداد. سنبدأ الحوار في هذه الحلقة بعد هذا التقرير. من المؤمل أن يصوت البرلمان العراقي اليوم على قائمة جديدة بأسماء المرشحين الجدد لشغل المناصب في هيئة المساءلة والعدالة بدلا من القائمة السابقة التي رفض المصادقة عليها أواخر عام 2009. وكان مجلس الوزراء العراقي قدم القائمة الجديدة إلى البرلمان بهدف تشكيل الهيئة التي ستتولى مراجعة قرارات الهيئة السابقة، خاصة فيما يتعلق باستبعاد 511 مرشحا لخوض الانتخابات المتوقعة في 7 مارس آذار المقبل. وقد كشف مصدر في الحكومة العراقية عن قائمة بأسماء الأعضاء الجدد لهيئة المساءلة والعدالة، فيما توقع أن يصادق مجلس النواب على القائمة في جلسته اليوم. وتضم القائمة الجديدة كلا من كامران رسول وبختيار عمر من التحالف الكردستاني، ومحمد سالم ومهدي صالح من الائتلاف الوطني، وفلاح شنشل من الكتلة الصدرية، وحيدر حنون من حزب الدعوة، وعبد الرزاق حسن من جبهة التوافق. وأوضح المصدر أن هذه القائمة تم تقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، متوقعا أن يصادق أعضاء المجلس عليها في جلسة اليوم. وكان رئيس مجلس النواب أياد السمرائي قد أعلن أن الرئاسات الثلاث قد اتفقت على ضرورة تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، لافتا إلى أن إجراءات احتياطية اتخذت لحسم بعض المسائل الخلافية خلال الأيام المقبلة، وذلك بتشكيل لجنة برلمانية للتدقيق وأيضا هيئة من 7 قضاة للتمييز، مؤكدا أن هذه الجهات وعدت بإنجاز عملها بسرعة. ويتزامن هذا القرار مع إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني أنه اتفق مع رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي على ضرورة الاحتكام إلى القضاء والدستور لحسم مشروعية منح عدد من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية العراقية، داعيا كل من لا يوافق على قرار هيئة المساءلة إلى مراجعة المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان. بدوره أشار رئيس الوزراء نور المالكي إلى أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة هي موضوع قانوني ولا يحتاج إلى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية. إذن نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، وبعد هذا التقرير نبدأ بالحوار حول هيئة المساءلة والعدالة الجديدة. ومن الأستاذ حسن عاشور من بغداد نبدأ بالسؤال الأول. سيد عاشور أهلا بك معنا أولا، ولماذا تشكيل هيئة مساءلة وعدالة وفي هذا التوقيت بالتحديد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تعلمون أن هناك هيئة اسمها هيئة اجتثاث البعث، هذه الهيئة قد استبدلت بهيئة المساءلة والعدالة بعد ما بدأ مشروع المصالحة الوطنية يأخذ حيز حيز واسع من الساحة العراقية. هيئة المساءلة والعدالة يحدد من خلالها الذين يشملون بالاجتثاث، ينظر إلى حزب البعث كحزب ارتكب جرائم في العراق. هذه الجرائم هناك جرائم عليها أدلة وهناك جرائم لم تكن عليها أدلة بل عليها إشارات، فهناك درجات حزبية تحسب على أنها من الدرجات التي لا يصل إليها إلا من ارتكب جرائم، فهؤلاء مشمولون من حيث التوصيف الحزبي
وآخرون يشملون لأنهم ارتكبوا جرائم دونت عليهم حتى وإن لم تكن درجاتهم الحزبية كبيرة. وأيضا يلحظ موضوع التصريحات وما يقال وما يطلق من حيث الترويج لحزب البعث أو الترويج لأفكار البعث، وحتى الخطاب الطائفي المتشنج الذي يهدد الساحة العراقية يحسب أيضا على 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 الفترة الماضية. من هذا المنطلق يبدو لي أنه حدث كلام كثير حول قانونية هيئة المساءلة والعدالة، والتي أريد أن يصوت لها البرلمان قبيل الانتخابات، ولكن للأسف الشديد هناك أخطاء كثيرة أنا لا أستطيع أن أبرئ البرلمانيين منها. من ضمن هذه الأخطاء أنهم تأخروا في التصويت على هيئة المساءلة والعدالة وأبقوها إلى اللحظة الحرجة، ولكن هذا لا يعني سحب الثقة من هيئة اجتثاث البعث أصلا، هي هيئة موجودة أريد فقط استبدال رئاستها ولربما استبدال بعض أسمائها، ولكن الهيئة قانونية لا زالت. وعدم التصويت لهيئة المساءلة والعدالة يعني هيئة اجتثاث البعث لا زالت قائمة وتستطيع أن تتخذ القرارات اجتثاث البعثين. أما ما يصار إلى في تشكيل هيئة جديدة وبهذه السرعة الممكنة، أعتقد لتفادي ال- 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 الوقوع في هذه الأسئلة التي تمثل شركا لربما حتى أن البعض من الذين شملهم قانون الاستبعاد قد يرجعون المحاكم التمييزية أو قد يلجؤون إلى هيئة القضاة، وقد البرلمان وضع لها مخارج من هذه المخارج لربما هو الاعتذار للشعب والبراءة من حزب البعث. لهذا السبب أنا أظن أن هيئة المساءلة والعدالة لا زالت قانونية، وتشكيل هيئة جديدة هو القصد منه الخروج من المأزق الذي بدأ لربما يصطنع بإثارة الأسئلة حول قانونية الهيئة وعدم قانونيتها. إذا ننتقل إلى الأستاذ صلاح التكمتشي الكاتب والإعلامي من لندن بعد التحية. سيد تكمتشي، يعني ما رأيك بالكلام الذي قاله الآن السيد حسن عاشور؟ هل تشكيل الهيئة هيئة المساءلة والعدالة الجديدة وفي هذا التوقيت بالذات هو خروج من المأزق الحالي، وبالتالي هناك علامات استفهام على هذه الهيئة وأخطاء برلمانية وإلى آخره من الأمور التي أشار إليها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية سعدت مساء وتحية لكم ولضيوفك الكرام. حياك الله. أتفق مع الأستاذ عاشور في تشخيصه لموضوع هيئة المساءلة وفي تأخير تفعيل هذه الهيئة ووضعها في هذا الوقت الحرج. بلا شك يعني قانون هيئة المساءلة والعدالة تم التصويت عليه منذ فترة طويلة في البرلمان العراقي، وكان المفروض في هذا القانون هو يشكل مخرج لحل مشكلة أزمة البعث، وبالأحرى يكون حل أيضا لقضية المصالحة الوطنية. كثير من فقرات قانون المساءلة والعدالة كانت تضع آليات محددة للتعامل مع أزمة البعث لبعض البعثين من أعضاء الشعب فما فوق، لكثير من البعثين اللي ذكرهم أستاذ عاشور المتلطخ أيديهم بجرائم بالشعب العراقي. وضع آلية لكيفية الإعلان التوبة والبراءة أمام الشعب العراقي، ومن ثم حتى بالنسبة للقضاء للجرائم حددت فترة زمنية ما لم أي بعث ترفع دعوة قضائية ضد أي هؤلاء من البعثيين سوف بالتالي يغلق هذا الملف وينتهي. إذن كانت آليات كثيرة وضعت في قانون المساءلة والعدالة، كان مفروض هذا الآليات وهذا القانون يفعل بمؤسسة بما تسمى بهيئة المساءلة والعدالة، لكن لم تنفذ ولم تفعل، وبقت العمل جاري على هيئة اجتثاث البعث التي تعتبر وجودها قانوني ضمن القوانين إدارة الدولة السابقة. الآن وبدأت الدولة في مرحلة حرجة ودخلت في عملية انتخابية، وأصبح وجود فعلي لهيئة اجتثاث البعث نتيجة التصويت والتفعيل كثير من المرشحين الذين تم رشحوا للعملية الانتخابية، حدثت هذه الجدل السياسي. المفروض في هذه الهيئة أنه تكون هيئة مستقلة قضائية قانونية غير خاضعة لأجندة سياسية.